بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده إن شاء الله هنشرح الفيكتورز. احنا عندنا كميات الفيزيائية بتنقسم لنوعين، عندنا أول حاجة السكيلرز، تاني حاجة الفيكتورز. السكيلرز بيكون لها كوانتيتي فقط، زي الماس مثلا، الكتلة. لما أقول لك كتلة شخص مثلا 5 كيلو جرام، فخلاص هي كده معرفة بالمقدار بتاعها او الكوانتيتي بتاعها. لكن لما اقول لك مثلا ان انا عندي جسم بيتحرك بسرعة معينة، فانت هتقول لي بيتحرك في انهي اتجاه، وبالتالي احنا هنا عندنا الفيكتورز زي مثلا الفيلوسيتي او الديسبليسمنت، فدي بيكون ليها كوانتيتي اللي هو الماجنتيود يعني، زائد دايركشن الاتجاه بتاعها. مثلا لما اقول لك ان جسم كان واقف هنا واتحرك، هتقول اتحرك ازاي؟ مثلا اتحرك كده، يبقى الازاحة بتاعته في الاتجاه ده ماشي ليها مقدار معين، مثلا 5 متر، وفي الاتجاه الشرق اللي هو بنفترض ان هو الاتجاه الموجب في الغالب يعني. وبالتالي احنا هنا عندنا السكيلر كوانتيتي فقط، الفيكتور بيكون ليه ماجنتيود ودايركشن. بيعرف الفيكتور في السبيس اللي عندنا بالحاجتين دول، مقداره واتجاهه، بغض النظر عن نقطة البداية. بمعنى ان انا لو عندي ده فيكتور برمز له بالرمز اي، وحط سهم فوق كده بيعرفه ان هو ده فيكتور. لو انا عندي ده الفيكتور ده الاتجاه بتاعه كده، والمقدار بتاعه بيحسب عن طريق مقياس رسم معين بيبقى الطول ده. بمعنى ان انا لو عندي مثلا، لو انا عندي قوة الاتجاه بتاع القوة دي كده، وراسم القوة دي بمقياس رسم 1 نيوتن او 1 سنتي لكل 1 نيوتن، او خليها 5 نيوتن، 1 سنتي لكل 5 نيوتن. فانت عندك هنا الطول بتاعك ادي 1 2 3، يبقى 3 سنتي هيدوك 15 نيوتن، وبالتالي المقدار بتاع القوة دي 15 نيوتن. والاتجاه بتاعك مثلا لو انت عايز تعرفه بزاوية، فانت هتاخد الزاوية دي تقول ان دي سيتا، وبالتالي بيصنع الزاوية سيتا مع الاتجاه الموجب لمحور اكس، او بيعمل زاوية سيتا مع اتجاه الشرق. فانت كده عرفت الفيكتور ده بالماجنتيود والدايركشن بتوعه. فلو انا عندي مثلا فيكتور ايه، الاتجاه بتاعه كده والماجنتيود بتاعه من هنا لهنا، وعندي تاني فيكتور تاني بي نفس الاتجاه ونفس الماجنتيود، ولكن مش بادئين بنقطة من نفس النقطة. بغض النظر عن البداية بتاعتهم، فهما الاتنين متساويين. يبقى انا عندي هنا الاي بيساوي البي. اشمعنى؟ لان الماجنتيود بتاع الاي، عشان اجيب الماجنتيود بحطه ما بين الشكلين دول اسمهم ان انا بجيب له. فانت عندك كده ده الماجنتيود بتاعه، وطبعا الدايركشن بيتعرف بقى سواء معرفه بالزاويه سيتا او الاخ، فهما الاثنين بيشيروا لنفس الاتجاه. فكده الاي بيساوي البي، وعندك الدايركشن بتاع الاي بيساوي الدايركشن بتاع البي. فكده نقدر نقول ان التو فيكتورز دول متساويين. طيب العمليات على الفيكتورز، طبعا يعني كمان شويه هنفهم ازاي بنجيب الماجنتيود بتاع الفيكتور، ولكن خلينا دلوقتي في العمليات بتاعتنا. لو انا عندي تو فيكتورز اقدر اجمعهم، لو انا عندي فيكتور A وفيكتور B، فانت عندك
اي زائد بي بيساوي بي زائد اي. فعملية الجمع دي عملية كوميوتيتف لا تبادلية يعني. طيب بجمع التو فيكتورز ازاي؟ لو انا عندي هنا فيكتور اي وعندي تاني فيكتور بي، فعشان تجمع التو فيكتورز دول، لاحظ هنا ان انت بتجمع فيكتورز، بمعنى عشان تفهم الموضوع اديك مثال. لو انا مثلا كنت واقف هنا، دي نقطة البداية بتاعتي، واتحركت ازاحة displacement من هنا لحد هنا، هنسمي دي دي 1، دي نقطة البداية ودي نقطة النهاية. وجيت بعد كده اتحركت من هنا رحت هنا، دي دي 2، فانا عندي هنا الازاحة الكلية بتاعتي هتبقى من هنا لحد هنا، صح؟ دي دي 2 تال. وبالتالي انت عندك هنا الدي عبارة عن الدي 1 زائد الدي 2. فانت هنا نفس الكلام، انت هنا بداية نهاية بداية نهاية، وبالتالي الازاحة الكلية من البداية للنهاية، فده بداية الفيكتور ايه وده نهايته، ده بداية الفيكتور بي وده نهايته. فانت عشان تجمعهم كل اللي انت هتعمله ان انت يا اما هتنقل الفيكتور ايه بحيث ان هو يبدأ من عند نهاية الفيكتور بي، او تنقل الفيكتور بي بحيث ان هو يبدأ من عند نهاية الايه، وبعد كده توصل ما بين البداية والنهاية. فاحنا هنا هنرسم موازي ده، زي ما قلنا فوق ان التو فيكتورز بيكونوا متساويين لو ليهم نفس الماجنتيود والدايركشن. فانت عندك ده هو نفسه البي، بعد كده هتيجي تنقله تجيبه هنا موازي ليه، يبقى بداية نهاية بداية نهاية، وبالتالي هتوصل ما بين النقطة دي والنقطة دي، يبقى انت عندك ده عبارة عن الـ A بلس B. طبعا لو انت نقلت الـ A فهيديك نفس الحاجة، انا هنا الـ A اهو هنقله من هنا، ده بداية الفيكتور B ونهاية الفيكتور B، ده بداية الفيكتور A وده نهاية الفيكتور A، وتوصل ما بين البداية والنهاية فهيديك نفس الحاجة. يبقى انت عندك A بلس B B بلس ايه هيديك نفس الحاجة. ده بالنسبة للاي او الجمع يعني الاديشن عندنا. طيب تاني حاجة، لو انا ضربت الفيكتور بسكيلر، بنا هنا كي ده سكيلر مضروب في الاي، لو انا عندي فيكتور كده ايه وضربته في رقم معين، لو الرقم ده لو الكي اكبر من او الماجنتيود بتاع الكي اكبر من الواحد، فده هيزيد الطول بتاعه هيزيد. لو انا عندي الماجنتيود بتاع الكي اقل من الواحد فالطول هيقل، يبقى هنا ماجنتيود كي ايه هيبقى اقل من ماجنتيود بتاع سوري هنا هيبقى اكبر، هنا هيبقى أقل. طب ناخد مثال، لو أنا عندي مثلا الكي باتنين، فأنت لما تضرب اتنين في الإيه فده هيتضاعف، وبالتالي هيبقى كده نفس الاتجاه ولكن هيتضاعف. لو أنت ضربت في نص فانت نفس الاتجاه ولكن هيبقى نصه. لاحظ ان انا بقول لك الماجنتيود، لان انت هنا لو الكي ده بالسالب فده هيعكس الاتجاه، مثلا سالب 2 اي، فانت هنا غيرت الاتجاه بتاع الاي وفي نفس الوقت غيرت الماجنتيود بتاعك، وبالتالي هيبقى عكس ده. طيب الحاجة اللي بعد كده معانا، اللي هو السوشيتي فلو، لو انت عندك هنا A بلس B بلس C،
لو انت جمعت الاتنين دول على بعض وضفتهم للسي هي نفسها، سوري بيساوي، هي نفسها A بلس B بلس C. ان انت تجمع البي والسي وبعد كده تضيف عليهم الاي. ناخد مثال على كده او الاثبات يعني بتاعنا. لو انا عندي ده هو الـ A وعندي ده هو الـ B وعندي ده هو الـ C، فانا عندي الـ A بلس B بداية نهاية بداية نهاية، فيديك ده عبارة عن A بلس B وده الـ C. لاحظ هنا بداية نهاية تجمع الس عليهم فهيديك ده، يبقى ده A بلس B بلس C. طيب احنا هنا A بلس B اعطانا A بلس B وبعد كده جمعناها السي. طب لو خدنا B بلس C، عندك ادي ال B وادي ال C، اجمعهم على بعض بداية نهاية بداية نهاية، وبالتالي هيديك ده. ده بي بلس سي. لما تجمع بي بلس سي، بي بلس سي اللي هو ده، يبقى هنا عندك اي بلس لما تجمع اي بلس ده بي بلس سي هيديك اي بلس بي بلس سي، وبالتالي نفس الحاجة. يبقى ده الإثبات بتاع الاسوشيتيف لوب. ان انت لو جمعت الاي والبي الاول بعد كده ضفت لهم السي هي نفسها، لو جمعت البي والسي الاول وبعد كده ضفت لهم الاي. طبعا لو احنا عندنا two vectors و ضربت ال two vectors دول المجموع بتاعهم في constant كي a او scalar يعني a plus b، ضربتهم الاثنين في كي فده هيتوزع عليهم هيبقى كي a plus كي b. طبعا دي سهلة ممكن تثبتها برضو. لو انت عندك مثلا ادي الـ A، تعال نحط الـ B هنا وخلاص، وادي الـ B. وادي الـ C اللي هو المجموع بتاعهم A بلس B. فانت لو ضربت ده في ثابت، لو فرضنا مثلا ان الثابت هيبقى 2 مثلا فده هيبقى الضعف تقريبا، ده الضعف ده، يبقى ده كله عبارة عن كي في الاي زائد بي، تضرب ده في الضعف تقريبا ده الضعف، وبالتالي ده 2 اي، تضرب ده في الضعف انت عندك ده 2 ايه وده تقريبا ضعف اهوت، وده 2 بي.
فانت عندك هيديك 2 اي بلس بي، فاتنين اي بلس اتنين بي تاخد اتنين عامل مشترك، فهي هي. وبالتالي اللي احنا خدناه في الفيديو ده ان احنا ننهي الفيديو ده، وفي الفيديو الجاي نكمل بقى ان احنا عندنا في نوعين من الفيزيكال كوانتيتيز، عندك في السكيلر والفيكتور. السكيلر بيكون لي ماجنيتيود فقط، الفيكتور بيكون لي ماجنيتيود ودايركشن. السكيلر زي مثلا عندنا الكتلة اللي هي الماس، هنا الفيكتور زي الديسبليسمنت، الفورس، الفيلوسيتي إلى آخره. وخدنا بعض العمليات على الفيكتورز أو الخصائص بتاعت العمليات على الفيكتورز، زي إن أنت لما تجمع تو فيكتورز A بلس B بيساوي B بلس A، وعندك الكي في الـ A، الكي ده لو بوزيتيف فأنت عندك الاتجاه هيبقى زي ما هو، وعلى حسب الكي لو أكبر من الواحد ف هيحصل ستريتش في الفيكتور، لو أقل من الواحد ف الطول بتاعك هيقل. لو انت عندك الكي بالسالب فالاتجاه بتاعك هيتغير. خدنا برضو ان انت عندك ال A بلس B بلس C، ده الاسوشيتيف لو. لو انت خدت دول الاول هي نفسها، لو انت خدت دول الاول اخر حاجة اللي هو الديستربيوتيف، الكي في ال A بلس B بيساوي كي في الاي بلس كي في البي. الحاجة الأخيرة بس قبل ما ننهي الفيديو، إن احنا قلنا هنا الاي بلس بي بيساوي البي بلس اي، ما جبناش سيرة الطرح خالص. بنفس الأسلوب اللي احنا كنا بنعرف بيه الطرح في الجبر العادي، اللي احنا لما بنقول اي بلس بي فدي عادية، لكن لما نقول A ماينس B فاحنا هنا ممكن نقول ان دي بتساوي A بلس نيجاتيف B. فانت على خط الاعداد لو انت عندك ال A ده رقم، مثلا لو ده رقم بوزيتيف وده بوزيتيف، ال A وال B الاتنين بوزيتيف، فانت عندك ادي ال A وده عندك ادي ال B مثلا من هنا لحد هنا. فانت لما بتجمع ال A بلس B فانت بتضيف هنا مسافة هنا B، لكن لما بتقول A ناقص B فانت عندك ادي ال A سالب B، هي نفس البعد ما بين النقطة دي والأوريجين ولكن في الناحية التانية، فده هيبقى سالب B. لما تيجي هنا سالب B زائد ال A فانت هنا بدل ما كنت عشان تضيف الـ A والـ B كنت بتقول ادي نقطة الـ A من هنا لحد هنا زائد الـ B، فكنت بتجيب الـ B وتبدأها من هنا وبالتالي دي الـ B، فكده الـ A زائد B هيبقى من هنا لحد هنا. فانت هنا لما تقول A ناقص B فهيبقى ادي الـ A، هتيجي عند الـ A سالب B هتروح كده وبالتالي هيديك المسافة دي، وبالتالي هي دي A ناقص B. اعتقد انت مستوعب الفكرة يعني. فنفس الكلام بالنسبة للفيكتورز، حتى لو مش مستوعب هتفهمها بالفيكتورز. انا لما اقول لك هنا A ماينس B، فلو عندي هنا ادي ال A وادي ال B، ف A ماينس B هي نفسها A بلس نيجاتيف B. فانت هنا كنت ده ال B عندك، فالنيجاتيف بي هيبقى نفس الماجنتيود ولكن عكس الاتجاه، وبالتالي ده النيجاتيف بي. بعد كده هتجمع الاي والنيجاتيف بي
فانت عندك دلوقتي ادي الاي تنقل ده هنا، فده نيجاتيف بي، بداية نهاية بداية نهاية توصل ما بين دول، وبالتالي ده عبارة عن اي نيجاتيف بي بس. وبالتالي الاي نيجاتيف بي او اي ماينس بي هي اي بلس نيجاتيف بي. طبعا انت ممكن تجيبها بطريقة تانية، مثلا انت عندك هنا ادي الاي، او احفظها بالطريقة دي، وادي البي. فانت عندك دلوقتي اي نيجاتيف بي هتبقى على طول هي دي، ده اي نيجاتيف بي، كأن بالظبط انت عندك ازاحة، يعني الازاحة ما بين النقطة دي كأن دي نقطة ودي نقطة، وعاوز الازاحة ما بين النقطتين اي ناقص بي هتبقى كده. طبعا انت ممكن تتأكد منها لو انت عايز، لاحظ ان ده دي بداية نهاية بتاعت الاي، بداية نهاية بتاعت البي، وده بداية نهاية. فانت عندك لو انت رحت كده بي اللي هو من هنا لهنا بلس اي ناقص بي، فالمفروض هيديك ده اللي هو نفسه الاي، هتلاقي ان البي راحت مع النيجاتيف بي هيتفضل الاي. خلاص الموضوع اللي انا عايز اوصله لك هنا، ان انت عندك ايه ماينس بي هي نفسها ايه بلس ماينس بي، فكل اللي انت بتعمله ان انت بتغير الاتجاه بتاع البي، وبعد كده تجمع الاي والنيجاتيف بي بس. الفيديو الجاي ان شاء الله هناخد الريبريزنتيشن اوف ا فيكتور using Cartesian coordinates. احنا قلنا ان الفيكتور ملوش او بيكون ملوش نقطة بداية، يعني او لا يتحدد بنقطة البداية بتاعته، ولكن لما بنيجي نتعامل مع الفيكتورز فاحنا لازم ننسبها لمستوى احداثيات معين، ما ينفعش ان هو احنا نسيبه في الفراغ كده وخلاص، عاوزين نجمع فيكتورز نضرب فيكتورز نتعامل معاه في حاجات تانية زي الجراديانت والحاجات دي، فلازم لازم نعرفه خلال الكوردينتس دي. فمثلا الفيكتور ده لو انا عندي فيكتور عشوائي كده، ممكن اروح جاي عامل الكوردينت بتاعتنا اللي هو في التو دي، فخلي ده اكس وده واي، وده هيبقى لو ده ايه فده هيبقى اي 1 وده اي 2 والنقطة دي هي الاوريجين، وبالتالي كده انا هقدر اتعامل مع الفيكتور ده. فلو انا عندي فيكتور تاني مثلا كده وعاوز اجمع التو فيكتورز دول، هعرف اجمعهم، عاوز اطرحهم هقدر اطرحهم، وهكذا هقدر اتعامل معاهم. فالفيديو الجاي ان شاء الله هناخد الريبريزنتيشن بتاعت الفيكتورز في الكارتيزيان كوردينتس. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.